نظم اليوم ندوة ومائدة مستديرة حول موضوع العلاقات المغربية الإسبانية في موضوع الهجرة، انطلاقا من أحداث المؤسفة التي وقعت في 15 تسعود 2024. الهدف ديال الندوة هو يعني استماع لتجربة خبراء، أساتذة جامعيين وأيضا فاعلين في مجال حقوق الإنسان متواجدين في منطقة الشمال في منطقة تطوان ومارتيل، وأيضا نائبة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان LIMDH. وهاد الناس كاملين غنحاولوا نحاوروهم حول أسباب ما حدث في 15 تسعود، وأيضا مساءلة مدى نجاعة يعني نظام الهجرة المتواجد في هذه المنطقة الشمالية، وكيفاش يقدر اليوم خصنا نطرحوا تساؤلات حنا كصحفيين حول النجاعة ديال هذا النظام الحدودي المتواجد هناك، وأيضا كيف يمكن نحول هذا النظام الحدودي أن ينفع أن يدافع على مصالح المغاربة حتى يسمح لهم خاصة ساكنة المناطق الشمالية بحرية التنقل، وأيضا بوضعية تسمح لهم بانتقال في وضعية كرامة إلى هذه المدن السليبة المحتلة اللي هم سبسة ومليلية. إذا نفتح هذا النقاش العمومي الذي نعتقد أنه ضروري اليوم، لأن ما وقع في 15 تسعود ليس بشيء هين، هي أحد مظاهر الأزمة الاجتماعية التي يعيشها المغرب، وحنا دورنا كصحفيين يجب أن نطرح هذه الأسئلة التي قد تبدو محرجة ولكن هي أساسية لنا كصحفيين وأيضا كمواطنين مغاربة. اليوم حنا في ندوة الجمعية المغربية الصحفيين المشتغلين على مجال الهجرة اسوسياسيون افيك ايناس. الهدف ديال الاساسي هو محاولة يعني الحديث على الهجرة في المغرب في الظروف الحالية، خصوصا في العلاقات المغربية الإسبانية، تدبير الحدود، ما حدث مؤخرا يعني في حدود سبتة، يعني عدد هائل من المراهقين والشباب اللي يحاولوا يغادروا عن طريق الحدود المدينة المحتلة سبتة. إذن هي إشكالات عويصة اليوم، ولكن الهدف منها هو مناقشة الظرفية الآنية ومحاولة أيضا البحث عن يعني ليس إيجاد حلول ولكن فتح آفاق جديدة للحوار، خصوصا في مجال الحدود، تدبير الحدود في إطار احترام حقوق الإنسان، يعني الأشخاص وحرية التنقل للمنطقة. كتعرف واحد النوع الزخم، واحد النوع الضغط كبير على الحدود، واللي كيكون بعض الأحيان هناك انتهاكات لحقوق الإنسان. المهم هذه الندوة هي كتنظم من طرف كيف كتعرفوا جمعية ديال صحافة الهجرات، صحفي الهجرات، صحفي الهجرات. داكوغ، دونك هاد الندوة كتنظمها هاد الجمعية ديال صحفي الهجرات واللي كتهتم بشكل كبير يعني بموضوع الهجرة. واليوم الندوة هي مخصصة للحديث على ما حدث يعني في 15 شتنبر 2024 من عملية ديال الهروب الجماعي لواحد المجموعة ديال المواطنات ومواطنين المغاربة، بالإضافة لواحد المجموعة كذلك صغيرة ديال الأجانب، واللي كان الهدف ديالها هو الوصول إلى سبتة المحتلة. للأسف في هذا العدد الكبير اللي شفناه واللي جا من مختلف مناطق ديال المغرب، كنلقاو بيناتهم واحد مجموعة كبيرة ديال القصيرين ديال الأطفال، وللأسف هذه المسألة يعني تحز في النفس، لأن أولا الأطفال كان الهم الأساسي اللي خصو يكون عندهم هو أنه يقرأوا، هو أنه يتمتعوا، هما أنهم يلعبوا، عوض أنهم يبحثوا على أنهم يهربوا من البلاد. وللأسف الشهادات اللي شفناها من بعد واللي كتحدث على أنه العديد يعني من الأطفال كيقولك بأنني بغي نهرب، لأنني بهذا الوقت بغي نصوفي راسي، نصوفي لفاميليالي. معنى أنه كان هناك واحد الإشكال كبير سواء في المنظومة السوسيو إيكونوميك ديال المغرب اقتصاديا واجتماعيا، واللي كيبين على انه كاين هناك يعني واحد الطفوله اللي كتعيش واحد الاوضاع اللي هي غير طبيعيه. وهذا الشيء كتاكدوا حتى الاحصائيات الرسميه، كنشوف مثلا المندوبيه الساميه للتخطيط اللي كتحدث على انه كاين هناك على الاقل 1.5 مليون طفل ما بين 15 و 24 سنه اللي ما كيدير حتى شي حاجه في حياته، يعني ما كيقرا، ما كيدير فورماسيون، ما كيخدم، ما كيدير حتى شي حاجه، معناه انه عايش التهميش يعني الشامل. وهذا الشيء بكل تاكيد غادي يخليه
يفكر في حلول اخرى. كذلك كنشوفوا على انه حتى ملي كنتحدثوا على العائدات ديال المغاربه الموجودين بالخارج، واللي هي مناسبه باش نذكروا بانه على الاقل كاين بين 5 و 6 مليون المغاربه خارج المغرب كيعيلوا عائلات في الاف الا ما نقول ملايين العائلات في المغرب، وهذا الشيء بكل تأكيد أنه انعكاس على الرؤية ديال هؤلاء الأطفال والطفلات لأشنا هو المستقبل ديالهم. المستقبل ديالهم هو أنهم يخرجوا من البلاد باش يقدروا يديروا المستقبل ديالهم، أنه ما كيش هناك مستقبل في المغرب. إذن هاد الندوة هذه اللي جات في إطار واحد السياق واحد دينامية كبيرة كتعرفها ظاهرة الهجرة الغير نظامية في المغرب، وخصوصا اللي كانت فيها نقطة جذب هي مدينة بنيدق على قصد بسبتها المحتلة. إذن هاد الندوة هذه كتجي من على الزاوية الأسباب الدوافع الزاوية الإعلامية، إذن من خلال واحد مجموعة الباحثين والمتخصصين. وكنعرفوا على أن ظاهرة الهجرة الغير نظامية مؤخرا عرفت كما قلت تحولات مرتبطة بظهور فئة ديال القاصرين وديال الشباب بالخصوص، اللي دائما كان التفكير على أن هذه الفئة هذه ممكنش أنها تهاجر وتعرض رأسها وحياتها للخطر من خلال يعني السباحة أو أنها تكون في مواجهات مع القوات العمومية. إذا احنا بغينا نفهموا من خلال هذه الندوة شنو هما الأسباب شنو هما الدوافع من خلال واحد مجموعة الزوايا وجهات نظر مختلفة.